حبه غيته وغلا وداده في حياتك لزمة بحلى عبارة في حياتك لزمة بحلى عبارة. حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في إيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربونهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن هذا البرنامج برعاية تجارة الدنيا فيها الربح والخسارة والتجارة مع الله عز وجل ربح دائم وثواب ليوم القيامة وقف البركة بمكة المكرمة نموذج حي للاستثمار مع الله اجتمع فيه فضل المكان وفضل القرآن ففي مكة تتضاعف القربات إلى 100,000 ضعف وبدعم حلقات تحفيظ القرآن يحظى المرء بالخيرية الموعودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف البركة بمكة وقف يذهب ريعه لدعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمضيلف بمنطقة مكة المكرمة قيمة الوقف 25 مليون ريال وقيمة السهم 100 ريال كن أحد المستثمرين مع الله وساهم باليسير تحصد الكثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم جمعية القرآن بالمضيلف لها وقف في مكة اسمه وقف البركة تكفون يا أخوان تكفون يا مستمعين يا مشاهدي بيت الله الحرام مكة مكرمة تصوروا ويدعم ماذا يدعم مشروع القرآن حلقات القرآن يقوم العثيمين خير مال ينفق على وجه الأرض المال الذي ينفق على كتاب الله دراسة وتعليما وتجويدا وطباعة فانفقوا ينفق الله عليكم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وقد قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد إلا وملكان من السماء ينزلان ويدعي مش يقول هنا الملكان اللهم أعطي منفقا خلفا يدعي لك الملكان ينزل من السماء يدعي لك الملك فالله يا إخوان الله يا إخوات انفقوا واقدروا هذا الوقت وقت البركة في مكة المكرمة في أشرف بقعة على وجه الأرض في حياتك حلمنا نشغى السعادة والنجاح يدوم العليا شعارة والمحبة غيتا وغلا وتادة في حياتك تسمى بحلى عبارة في حياتك تسمى بحلى عبارة
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова